جددت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم البيعة لرئيس الاتحاد السابق أحمد صالح العيسي لقيادة الاتحاد لولاية ثالثة، فيما فازت قائمته بنيابة وعضوية الاتحاد وسط سخط كبير شهدته قاعة الانتخابات. نبارك للأخ العزيز الغالي الشيخ أحمد صالح العيسي على رئاسة الاتحاد العام لكرة القدم، ونبارك للأخ حسن شنفر النائب الأول والنائب الثاني عبد المنعم شرهان، كما نبارك للأخوة الأعضاء. أفرزت النتائج وأعلن الفائزون بنيابة وعضوية الاتحاد اليمني العام لكرة القدم بعد تزكية الشيخ أحمد صالح العيسي رئيسا لولاية ثالثة حتى العام 2018. انتخابات وصفها المتابعون بالصورية نظرا لتوزيع قوائم الفائزين قبل الاقتراع وإنكار رئيس الاتحاد لذلك. كنت من البداية لا أفكر في موضوع القائمة، وأنا كنت متوقع أنني لن يكون اسمي موجودا في هذه القائمة. أنا من بدأنا الانتخابات أعتبر كل اللي مرشحين هو كلنا نحن وياهم قائمة واحدة، وتركنا القرار للجمعية العمومية لاختار ما تراه مناسبا. حسن باشنبر. المنافسة كانت كبيرة على منصبي النائب الأول والثاني لرئيس الاتحاد، وبعد ضغوط وانسحابات فاز المرشحان المقربان من الرئاسة. اتحاد كرة القدم اليوم تحول إلى مؤسسة خاصة تبع أحمد العيسي. اختطف الاتحاد بكل ما تعنيه الكلمة من هذا الرجل. صحيح هو بيقدم دعم لكنه دعم مشروط، استغل كافة علاقته وكافة الدعم الذي يقدمه بصورة يعني غير مشرفة للرياضة اليمنية، والسبب في ذلك هو تغيب الجهات الرسمية. وزارة الشباب والرياضة غائبة تماما لا تدعم الأندية، وبالتالي اليوم أصبحت يعني الأندية هي أسيرة المال التي يعني يدفع سواء من قبل العيسي أو من قبل غيره. قائمة الأعضاء الفائزين أقصي منها الرياضيون ودخلت فيها أسماء جديدة ما أثار موجة من السخط في قاعة الانتخابات. بإشراف قاري ودولي زكي العيسي رئيسا للكرة اليمنية وفازت قائمته المقترحة، ليبقى الشارع الرياضي بانتظار انتكاسات أخرى خلال الأربع السنوات القادمة. محمود الحميدي، حصاد السعيدة.